والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا أصدقائي؟ هنبدأ حلقتنا الجديدة من عائلة إيناس. يا إيناس يا إيناس، تعالي لما نلعب شوية، أصلا أنا سيئت إن المساك. تعالي لما نفك اللعبة دي ونشوف جواها إيه. لا يا كريم، أحسن تبوس، بلاش، ماما كمان هتزعل مننا وممكن ما عادتش تجيب لنا لعب تاني. هو ايه اللي هيبوظها؟ زي ما فكيناها نركبها تاني. خلاص فك انت براحتك، انا هروح اكمل واجبي، ماليش دعوة، انا هروح اكمل واجبي. العقي العقي يا ايناس، اللعبة باظت. مش انا قلت لك يا كريم؟ خلاص انا العب لعبة تانية، انا هتنطط شوية. سيبك من الالعاب دي كلها وحش، احسن حاجة الكاري والتنطيط. يلا يلا سيبك من المذاكرة وتعالي نط معايا. وهو التنطيط ده بسمتك يبقى لعب؟ لا مش عايز العب. هو كل ما اقول لكي على حاجة تقولي لي لا. خلاص هلعب لوحدي، تبع احمل لك شوية شقلبصات. طب بصي بصي، شوف النطلة من على المكتب دي. يا ركلي اجري، العيني يا رينات، العيني يا رينات. ايه اللي حصل يا كريم؟ في ايه يا كريم؟ انا سامع كريم بيعيط بيصرخ، في ايه؟ ايه اللي حصل يا ولاد؟ العقيني يا ماما، العقيني، رجلي مش قادر، بنا رجلي مش قادر اقف عليها، مش عارف ايه اللي حصل. طب تعالى نروح المستشفى ونشوف ايه اللي حصل فيها. انت بتعيط؟ مش قادر اقف عليها يا ماما. هشيلك يا كريم ونركب ونروح على طول يا حبيبي. يا دكتور الحقني، مش عارفة ايه اللي حصل لابني. حاضر، حالا هكشف واطمنك. مش قادر حتى يحط ايده عليها. طب حركها كده. مش عارف احركها. واضح انه رجله انكسرت، لكن برضو هنعمل اشعة علشان نتأكد، ولو كان كده هتتجبس. يا خبر، ينفع كده يا كريم؟ ايه بس الشقاوة اللي انت فيها دي؟ اصل يا ماما نط من فوق المكتب والمكتب عالي خالص. في حد يعمل كده بس يا ربي؟ امال فين؟ ازيك يا ايناس؟ امال فين كريم؟ كريم مش هيجي، والمدة 21 يوم علشان رجله اتكسر واتكبست. الف سلامة على كريم. ازيكم يا اولاد؟ ازيك حضرتك يا مات؟ في حد غايب؟ ايوه يا مس كريم، اخويا غايب النهارده والمده 21 يوم علشان رجله اتكسرت واتكبست. الف سلامه يا حبيبتي. ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ هو يا مس كريم ما بيبطلش شقاوة. هو في حد يا مس ينط من على مكتب وكمان عالي خالص.
لا طبعا ده خطر جدا، وهو ايه بس اللي يخليه يعمل كده؟ يلا يا حبيبتي معلش، الف سلامة عليه، وان شاء الله هنيجي نزوره انا وزمايله باذن الله. شكرا يا مس. عارفين يا ولاد زيارة المريض دي مهمة جدا، لانها بتخفف على المريض تعبه وحزنه. يعني يا مس لما هنزور كريم هيخف ان شاء الله؟ ايوه يا حبيبتي ان شاء الله. وعارفين كمان يا ولاد ده زيارة المريض دي لما الواحد بيروح يزوره هو كمان بياخد ثواب، ثواب كبير قوي، والملائكة كمان بتستغفر له، وربنا بيبعده بمكان في الجنة. وعارفين كمان رسولنا الكريم قال ايه في زيارة المريض دي؟ قال حديث حلو قوي. الحديث يا مس؟ وايه الحديث يا مس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يعني معنى كده يا ولاد إن المريض لما نروح نزوره إن شاء الله ربنا يدينا منزلة في الجنة ويدينا ثواب عظيم، وده اللي هيحصل لما كلنا نروح نزور كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا مس، أهلا وسهلا بحضرتك. وإزيكم يا حبايبي، أهلا بيكم كلكم. ده كريم فرحان قوي بالزيارة دي. أهلا بحضرتك يا أم كريم، وألف سلام على كريم. ازيك يا كريم؟ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. يلا يا ولاد ادعوا الكريم بنفس الدعاء ده. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. شكرا ليكم، وانا مبسوط من السيارة دي. وبعد 21 يوم الحمد لله انا بقيت كويس وعارف امشي على رجلي، بس انا عرمت وعرفت خلاطي وعرفت ان ربنا اديني رجلي علشان ساعدني على حرق مش للشقاوة، وان الشقاوة لا عتوق. حمد لله على سلامتك يا كريم. حمد لله على سلامتك يا كريم يا حبيبي. وانتم كمان يا اصدقائي بلاش الشقاوة السيدة عشان ما يحصل لكوش زي ما حصل. وسؤال حلقة النهاردة يا اصدقائي كريم، كبس اكله ليه؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. مع السلامه.